كنوجه تحيه خاصه للسي عزيز باعتبار هو ان رئيس الجريده ديال التحرير ديال صوت العداله. حقيقه كل صراحه دائما اولا كنوجه لك تحيه خاصه، ثانيا تنشكرك كل واحد شكرا جزيلا على اولا المواكبه ديالك الاعلاميه على اساس ان اي لقاء اي تغطيه تقوم بها سواء الوداديه الحسنيه للقدات او المجلس الاعلى للسلطه القضائيه الا كتكون حاضر وعبرتي على الحنكه ديالك وعلى العلو والكعب ديالك في التغطيه الصحفيه بطريقه موضوعيه بطريقه مسؤوله بطريقه حدثيه حتى التصوير تيكون بطريقه اكثر من رائعه. ثانيا هذا اللقاء هو كيندرج في اطار اللقاءات اللي كنا قمنا بها غادي واحد المجموعه من المرات، كانت اخر واحد اللقاء اللي كان على مستوى المحكمه المدنيه بالدار البيضاء واللي كان بحضور ديال الدكتورة امل برقيه واللي كان حضور واحد الوسائل ديال التواصل اللي قاموا بعمليه ديال التغطيه ديال العمليه ديال التسجيل، وحقيقه كان لقاء ناجح وحتى الحدود المهم لا من وسائل التواصل الاجتماعي لا المرئيه ولا المسموعه ولا المقروءه ولا المكتوبه. ثانيا هنا راه كيف لاحظتوا كان بحضور ديال الدكتورة امل برقيه لقيت واحد اللقاء اللي حاولت ما امكن سلطت فيه الضوء على الجانب القانوني الصرف وحاولت ما امكن باش نعرف بالعمليه التبرع، وفي نفس الوقت كنا حملنا معنا السجل من المحكمه عن طريق الموظف اللي مسؤول على السجل وتلقينا واحد المجموعه ديال الطلبات ديال التبرع، وهذا اللقاء كان ناجح بكل المقاييس. هذا اللقاء بشراكه مع المحكمه الابتدائيه لمدينه الدار البيضاء والمجلس العلمي لجهه الدار البيضاء ستات وكذلك المركز الثقافي لهذا التابع لهذا المجلس، كنظموا هذا اللقاء اللي هو بغيناه يكون لقاء تفاعلي، يعني من بعد ما نظمنا احنا لقاءات عديده ومتنوعه وفي جميع الميادين وفي جميع الاشياء وخدمنا بانشاء ملصقات فيلم غناء يعني اي شيء بغينا نوصلوا واش هاد المواطنين علاش ما كيتبرعوش، بغينا نسالوهم هما ونسمعوا لهم ويجاوبوا ونحاول نجاوبهم نعطيهم اجوبه على المسائل اللي كتخوفهم. شنو كيخوفهم؟ مناش كيخافوا؟ اشياء دينيه، اشياء علميه، اشياء قانونيه، باش نوضحوا لهم، لان بعض المرات قله المعرفه اللي لاحظنا في استطلاعة الراي ما كتخليش المواطن يمشي يدير هذه الخطوه، كيكون باغي يعني كتكلم معاه تيبغي ولكن ما كيديرش هذه الخطوه. كنظن بانه اليوم بوجود المحكمة الابتدائية بوجود أستاذ زكريا يعني في القانون ووجود الملف يعني السجل اللي كنشكر المحكمة شكرا جزيلا لأن خرجته سهلت علينا في يوم السبت وفي هذا المركز الثقافي، الناس قدروا يوقعوا اللي كانوا مقتنعين وحتى اللي ما مقتنعينش وجاو سمعوا واقتنعوا وسجلوا نفسهم باش نحاولوا نطلعوا هذا الرقم، لأن الرقم ديال 1200 هو رقم هزيل جدا ولا يشرف المغاربة، يعني تالي غنبقاو غاديين هكا تالي غنخلي ومثلا ما يقرب 26000 اللي كيعانيوا في التصفيه في جميع نواحي المملكه ونخليوها وهما كيتمنوا يكون عندهم الزرع اللي ينقذ حياتهم، ونخليو اطفال وشبان رجال ونساء كيموتوا كل يوم بفشل في القلب فشل في الكبد بدون ما نقدروا نديروا هذه الزراعه في الوقت اللي حنا ملي كنمشيو ما كنبقاوش نستافدوا من هاد الاعضاء ديالنا، وهذه صدقه جاريه غير النيه ديالها لان خصنا واحد العدد كبير ملايين تاع المغاربه مسجلين باش نقدروا غدا وبعد غدا نقدروا نقولوا لا احتاجين نعاودوا نصيبوه، وكنتمناو بان هذا التحسيس يعطي نتيجه، وكنشكر وسائل الاعلام لان عملات هذه السنين الاخيره بصفه جديه وكاين واحد التطور بمساعدتهم كنبغيو يكملوا ونزيدوا وما نبقاوش نتسناو غير لقاءات اولا اليوم العالمي باش نكون عندنا دائما واحد التواصل مستمر مع المواطنين. هو لقاء جد جد مهم، وجيت لانه اولا حضرت لهذا اللقاء لانه الغايه منه انسانيه وغايه نبيله، تبرع بالاعضاء مازال هذه الثقافه مازال ناقصه عندنا في المجتمع المغربي، ونتمناو وهذا اللقاء كان الهدف منه هو حث المزيد من الناس على انهم يتسجلوا في محاكم المملكه باش انهم يتبرعوا بالاعضاء ديالهم، وايضا الرفع من ثقافه الوعي والتحسيس يعني بضروره التبرع بالاعضاء من بعد الممات. ربما من الجانب الديني الامر محسوس يعني هناك من ذهب إلى أنه فرض كفاية، هناك أيضا هو كصدقة جارية هذا أمر يعني بديهي، ربما مازال تراجع عند الرأي واحد المجموعة من الناس تيشوفوا أنهم كيترددوا من الجانب الديني واش حلال ولا حرام، كونوا على يقين على يقين لكم أن تتأكدوا يعني تسولوا أي مجلس علمي قريب لكم ولا أي إمام ديال الجامع راها صدقة جارية. المشكل في أنه البادرة وربما حتى الطرق ديال التبرع الدم الدم والاعضاء مازال يعني حين كاين التبرع اثناء الحياه وكاين التبرع ما بعد الممات، وهذا هو الغايه
من هذا اللقاء اليوم اللي مازال الناس ما واعيينش كيحسب لهم بانه راه كيتم يعني الاتجار بالاعضاء؟ بالعكس فراه كاين ضوابط. تشرفت اليوم بحضور ندوه تحسيسيه حول التبرع بالاعضاء، فشكر الجزيل للدكتورة أمل برقية وكذلك للأستاذ من المحكمة الإدارية السيد زكريا لأنهم أطروا هذه الندوة بكل دقة وبكل اجتهاد وحاولوا باش يعطونا واحد الفكرة رائدة حول التبرع بالأعضاء البشرية. ففعلا احنا تنعرفوا أن جميع الناس كيتجاهلوا نوعا ما خصوصيات هذا التبرع وما وهي وشنو هي الافادات ديالو، في حين انه عمل انساني. صراحه انا يعني منضبطه على التبرع بالدم، ومادام ان اقترحت عليه هذا الحضور هذه الندوه ولقيت ان فرصه للتسجيل في الموافقه على التبرع بالاعضاء، فكانت فرصه جميله بالنسبه لي، حبيتها كثير وتشرفت وسررت جدا اني وقعت في سجل بالتبرع بجميع اعضائي بعد الممات، وهذا كيشرفني وكيسعدني كثير. فهو اولا وقبل كل شيء عمل انساني، فديننا الحنيفيه حثوا على المساعده الغير وعلى الرحمه والرأفه بالغير. فما دام الانسان غادي يموت غادي يموت، وعلاش ما يوهبش اعضاء الناس اللي هما محتاجينها؟ ففعلا كانت ندوه رائده، كانت شارك فيها كل الحضور الكريم بعده اسئله كانت في المستوى، لان كل شيء باغي يفهم، يعني الناس كلهم باغيين يفهموا وكيحاولوا يطرحوا بعض الاسئله وبعض الاستفسارات، هل قبل الممات، هل بعد الممات، هل في اثراء الحوادث، هذا. ففعلا كانت اجوبه مقنعه من طرف الدكتوره امل وكذلك من السيد نائب المحكمه الابتدائيه. فكان هناك حضور وزين، وكان هناك بالاجماع اتفاق على التوقيع في السجل الاداري. فنرجو ان تعم هذه الفكره لدى سائر البشريه، وان يكون هناك تكون هناك ثقافه بالوعي، ثقافه بالعمل الانساني، وخصوصا هذا التبرع بالاعضاء شيء جميل جدا لا يعود الا بالنفع علينا وعلى من يستفيد من هذه الاعضاء. لبيت الدعوه رئيسه الجمعيه المغربيه لمحاربه امراض الكلي، وجيت هذه الندوه التحسيسيه اللي خرجت بواحد الاقتناع كامل وشامل بان يعني زاد ثقافه التبرع اللي حثت عليا بحكم الاشياء اللي استفدت منها اليوم، وخلاتني عن قناعه شخصيه انني نتبرع بالاعضاء ديالي يعني كليا. وهذا كنشوفه من باب لا سواء من باب ديني، لان الاسلام اسلام دين الرحمه، يحث على الرحمه، يحث على الانسانيه. مادام يعني بعد الممات علاش لا، علاش ما نتبرعش بالاعضاء ديالي باش ننقذ انسان اخر او انسانه في حاجه مسه لهذه الاعضاء. وكنشوف هذه الالتفاته الطيبه اللي قامت بها رئيسه الجمعيه الاستاذه الدكتوره امل والاستاذ زكريا اللي هو قانوني حتى القانون، يعني من جانب القانون يعني ما عندناش اشكال، بالعكس كيحفزنا اكثر وكيشجعنا، وهذه بادره طيبه والتفاته. واللي كنشوف انا من وجهه نظر ديالي هو ان يجب اكثار هذه الحملات التحسيسيه والتوعويه من اجل نشر ثقافه تبرع الاعضاء، لان احنا نحن في امس الحاجه، لان اولا احنا بلد ديني بلد رحمه، باغابوغ كنشوفوا دول اوروبيه اللي عندهم هذه الثقافه، ان كتلقى ام مات لها الابن ديالها او الطفل ديالها يعني حزف في القلب ديالها، ولكن ما بغات يعني تنقذ طفل اخر او بغات تنقذ انسان اخر وتفرح عائله اخرى. فاذا يعني احنا كناس مسلمين يعني القلوب ديالنا يعني خص قلوب تكون قلوب رحيمه، وخصنا نحاولوا نعملوا نداء لجميع المواطنين.